اهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تي في. في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، نحن الان في احد اكبر الشوارع المعروفة في المدينة اللي تفارع فيها واحد القادوس. اتصلوا بنا الناس الساكنين، جينا هنا بينما هما تتصلوا بليدك الشايفة المسؤولة وما تتجاوبش، ما تواجباتش معهم الى حد الساعة. شحال ديال الوقت هادشي هذا؟ ساعتين. اذا تقريبا واحد ساعتين ديال المغانا بين هاد الماء. هنا الان بالضبط الشارع حسن الصغير، لدرجة ان الانفجار ديال هاد القادوس كبير، ان الماء وصل الى حدود الشارع محمد الخامس ومشى مع الستة ديال الطخام. تشوفوا الان هاد السيارات اللي تيدوزو تيتهش الماء على الناس، باش تعرفوا القوة ديال هاد الماء اللي كاين في هاد القادوس اللي تفرقع. إذن متتبعي قناة شوف تيفي، يلا التحقوا بنا في هذه اللحظات. أن حنا في واحد المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط شارع حسن الصغير، تقاطع مع شارع محمد الخامس. تفادى هذا القادوس، واللي جا على حساب الناس الشهود والساكنة أن هذه واحد ساعتين ديال المدينة باش وقع هذا الشيء، وتتصلوا بليدات الشركة المسؤولة ما تواجباتش معهم. حنا جينا باش ناخذوا هذا المباشر وننقل لكم الحدث ونمروا رساله للناس المسؤولين. باش ننقل لكم الصور كيف ما هي. شو الماء حتى فين وصل، القوة ديال الماء. إلى درجة أن شارع محمد الخامس كامل عامر بالماء. السكة ديال الطخام كذلك عامر بالماء. باش نقول لكم الصورة، ان انا الان ملي تنحط رجليا حسيت بالماء توصل، ان الماء عمى بزاف. كل فين اتصلوا بيديك شحال مرة تليفون طافي ما كاين. البوليس هو اللي دخل، البوليس اللي دخل، هو اللي دخل، هو اللي عيط عليهم جاو. كيف سمعتوا على لسان احد الناس ديال المنطقة هنايا، ان اتصلوا بالامن باش الامن يتدخل. الشركة لبات نداء ديال الأمن لأنها يكونوا اتصلوا بهم الاتصال الخاص، والناس اللي كانوا تيتصلوا بهم ما لباوش النداء ديالهم. جزاك الله. عندك انتم شفتوا تشوفوا هذا الماء، هذا كان غيتسبب دابا في كارثه، ان الشاب كان غيزلق وهو باغي يقطع الشانطي، كذلك السيارات اللي تيدوزوا. كاينين السيارات اللي تيوحلوا هنايا،
إذن تنتمناو من الناس المتتبعين لهذا المباشر أنهم يبارطاجيوه، سواء كانوا ناس متتبعين أو لا، ساتين يبارطاجيوه باش توصل رسالة للمسؤولين. شايف ممكن تعاود لنا بالضبط شنو؟ لا ما يبانش وجهك انت خدام. سمعتي؟ الناس اتصلوا بليديك سون طلابي طافي التليفون ديالهم والامن هو اللي اتصلوا به باش هو اللي عيط لليديك. شكرا. باقي نشوف. شكرا. باقي ما درت حتى حاجه، راه باقي طبيعي مازال ما كاين لا ماتيريال لا والو. اذا كيف سمعتوا على لسان احد الناس اللي ما يمكنش ليه يبان نظرا لظروف العمل ديالو في المنطقه انه قال لك ان اتصلوا بليديك ماشي نوبه ماشي جوج سونتا دابيل ديالهم ما تجاوبش، اتصلوا الناس هنا بالامن، جا الامن علم ليديك، جات ليديك جاو جوج السيارات ديالهم. المهم قالت ان مثلا لا ماتيريال لا والو، مازال الماء ومازال القادوس تخرج الماء. وتنتمناو من الناس اللي تشاهدوا هذا المباشر انهم يبارطاجيوه باش توصل رساله. انا باش نقل لكم الصوره اكثر. إذن متتبعي قناة شوف تي في باش نقول لكم صورة أكثر بشاعة بالنسبة للبنية التحتية، أن الزفت طار من بلاصتو والماء ها هو تيخرج. الشركة المسؤولة هما في عين المكان، ما نقدروش ندخلو في التفاصيل ديال تقنية العمل ديالهم، لكن الماء مازال تيخرج من القادوس. إذا متتبعي قناة شوف تي في ديال الله التحقوا بنا في هذا المباشر، حنا مباشر من مدينة الدار البيضاء بالضبط من تقاطع شارع حسن الصغير، ياك شارع حسن الصغير، شارع حسن الصغير تقاطع من شارع محمد الحميس، فين كاين هذا القادوس اللي تفاقع نظرا لهذ الهشاشة ديال البنية التحتية. والناس قالوا ان هذه واحد ساعتين وما تتصلوا بشي بليديك، ما جاوبوهمش حتى اتصلوا بالامن، دخل الامن وجات الشركه ومازال ما داروا حتى حاجه، الامر مازال كيف ما هو. كيف تشوفوا هنا القوه ديال الماء، ان الماء عم شارع محمد الخامس كامل، بلاصة خام حتى هي عامة. بالنسبة للناس اللي تيقولوا واش هذه أمطار الخير في التعليقات، هذه ليست أمطار الخير بل هذه فضيحة ديال الهشاشة ديال البنية التحتية، هذا قادوس اللي انفضع ليس بأمطار. إذن متتبعي قناة شوف تي في، إلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.